خلينا نشوف الدكتور مصطفى محمود لما بيأكد إنه التقدم مش بالشعارات وبالأغاني، لكن دور الحكومات هو تسهيل حياة الناس. نسمع رأي الدكتور مصطفى محمود. يا إخواني، سبل التقدم ما هياش اللافتات ولا الشعارات ولا الملصقات ولا أمجاد يا عرب أمجاد والمصريين هم وأحبك يا مصر وأغاني عبده حريقة إياها دي، والجري على الكورة والملاعب والغياب في حلبة العلوم والمختبرات. التقدم عمل، عمل مش كلام، وإذا لم يترجم لعمل يبقى كلام فاضي. والجد أولا قبل كل شيء. ما سمعناش إن سنغافورة جابت جول، لكن جابت نجوم السماء. اللي شفناه دي بلد صغير قد كده وصل لنجوم السماء. واللعب مهم يا أسيابنا، لكن في أهم، في أهم، في أولويات. ولغة العصر هي الإلكترونيات والكمبيوتر والمايكروويف والليزر، ومش ممكن تخش العصر من غير لغة العصر. والحكم، الحكومة، وظيفة الحكومة، جوهر الحكومة. إيه جوهر الحكومة؟ دور الحكومة هي التسهيل والتيسير والتبسيط، هي فتح الأبواب وتمهيد الأسباب وخلق الفرص لكل إيد تشتغل، لكل مستثمر بيغامر، لكل سواح بيتفرج. دي هي وظيفة الحكومة. الحقيقة إنه أنت لو خدت بالك يا علي في أول الفيديو بيقول مش هي أمجاد يا عرب أمجاد، ولا هي مصر هي أمي والحاجات دي، وأغاني عبده حريقة المصريين هم. اللي كاتب أغنية المصريين هم حيوية وعزم وهمة اللي لحنها جمال سلامة وغنتها الأستاذة إياها، يعني اللي كاتبها صلاح جايين. أنا استغربت جدا الدكتور مصطفى محمود بيكلم أو بيشبه صلاح جاهين بأنه عبده حريقة. يعني بيقولوا الأمجاد يا عرب أمجاد والمصريين هم وأغاني عبده حريقة إياها دي. عبده حريقة هنا هو صلاح جاهين. طبعا صلاح جاهين شاعر كبير، وأنا متأكد إن الدكتور مصطفى محمود بيقدر أو وضع صلاح جاهين في مقامه يعني. لكن أنا استغربت على شجاعته، ما هموش أي حاجة هو قالها وخلصت يعني. اللي يلفت نظرك في الحاجة دي، في الحاجة التانية في كلام مصطفى محمود، أو حتى لما تحب تقرأ له كتابه الأول الله والإنسان اللي عمل دجة والتهم فيه بالكفر وكده، وأنا مش شايف أي فيه كفر فيه خالص بصراحة يعني، ما علينا يعني، بس كل واحد حر في رأيه. اللي يلفت نظرك فيه إنه هو بيكتب زي ما هو بيتكلم، بمعنى إنه مثقف عنده معلومات كتيرة جدا، قرأ للفلاسفة كتير، قرأ أدب كتير جدا، موسيقي يعني ودكتور، ورغم كده لما بيكلمك كأنه إنسان عادي يعني، بيكلمك ببساطة. يعني انت مثلا لما تحب تقرا كتاب جورج طرابيشي ده هتغرق في التفاصيل والمصطلحات والتركيب الجمل. لما تقرا لأي حد زكي نجيب محمود ممكن تخبط دماغك في الحيط بعد كتابه يعني ممكن تحصل لك مشكلة. لما تقرا لأي حد حتى الدكتور طه حسين رغم سلاسة اسلوبه، طبعا طه حسين عظيم في الكتابة يعني، لكن مصطفى محمود مرحلة في انه يعني راجل عالم زي ده ومع ذلك او مفكر زي ده، ومع ذلك لما يتكلم او يكتب بيتكلم ببساطه شديده جدا جدا. جرب كده تقرا كتبه.